السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة ومن التوفيق إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، تفضل. ما رأيك في كتاب المقدمات السانوسية؟ لا أعلم عنه شيئا. تمام، شكرا. الله يكرمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين بحفظه. ويا أخ طارق، إن شاء الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. خير من ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل سؤال. بابا، أنا بابايا متدين، أنا عايز ألبس النقاب، بس هو شايف إن لأ ملبسهوش، وفي حاجات تانية يعني أفضل من إن أنا ألبس النقاب. البسي النقاب وأحسني صحبة الوالد، بارك الله فيك. البس النقاب طاعة الله وطاعة رسوله فوق كل طاعة، وأحسن صحبة الوالد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قرر سليمان ابن داود من بيت المقدس، سأل الله تعالى حكما يصادق حكما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من جنوبه كونه ولا تؤمن. هذا الحديث بسنده علة أحتاج إلى مراجعتها. ماشي، شكرا. بارك الله فيك. اللهم امين، اللهم امين. السائل يسأل: هل تجوز الاستعانة بالكفار ضد كفار آخرين في الحروب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم تجوز، لأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع قبيلة خزاعة، وهي قبيلة كافرة تعبد الملائكة، ضد كفار قريش وبني بكر بن سعد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم تحالف مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب المشركة المتألبة على مدينته في غزوة الأحزاب. ثالثا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصلحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. رابعا، مسألة اختيار أخف المفسدتين إذا تزاحمت المفاسد، اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت علينا الأضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ. نعم. شرفنا بك الشيخ والله. الله يبارك فيك، تفضل. يا شيخ، أنا بصراحة أنا تعبت من المنظر اللي بيحصل في أهلنا وأخواتنا. شوف، عليك بدعاء الله، الله سبحانه وتعالى أرحم بهم مني ومنك، وإن شاء الله ليس بغافل، و
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لعل هذه إن شاء الله إرهاصات لتدمير الدولة اليهودية. وقد قال تعالى لتفسدن في الأرض مرتين إلى قوله وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا عدتم للإفساد عدنا بتسليط عليكم عذاب أقواما أولي بأس شديد. فاطمئن ربنا ليس بغافل والحمد لله أننا مسلمون نحتسب قتلانا عند الله سبحانه وتعالى. نحتسب قتلانا عند الله سبحانه وتعالى. ندعوهم يا شيخ بس. الله يتقبلهم شهداء يا رب وعافي جريحهم عافي مريضهم اللهم آمين. شكرا جدا يا شيخ. ها؟ شكرا جدا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اللي أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. معي سؤال يا شيخ. سل ولا تروع المسلمين. حكم لاعب الشطرنج يا شيخ. من العلماء من يحرمه هم الجمهور، ومنهم من يقول بالكراهة وأختار قول القائل بالكراهة لما فيه من تضييع العقل وتبديد الوقت. أما التحريم فلا أطيقه، ولا يصح فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ. وإياكم. بارك الله فيك يا علاء قرشم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا فضيلة الشيخ يا رب. أولا ثانيا ندعو لإخواننا في فلسطين ربنا يكون معاهم يا رب ويزيح عنهم الغمة بحق جهنم. يا رب يا رب يا رب يا رب. حضرتك سؤال لو سمحت. تفضلي. حضرتك الحمد لله ربنا أنعم علي الحمد لله رحت عمرة كذا مرة. بس كل مرة يعني بعد ما برجع بحس إن أنا ما أديتش المناسك صح. هذه من الوساوس من الوساوس. نعم. من وساوس الشيطان. ايوه هذا من الوساوس تشكيكك في عبادتك. رغم انها يعني الحمد لله بأديها وكل حاجه بس دي. هذه وساوس اعرضي عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، أنا عمري 32 سنة وما بيتقدم ليش حد للزواج مع إني على قدر من الخلق والعلم. كل شيء عنده مقدار. إيه اللي ممكن أعمله؟ دعاء رب العالمين. ماشي يا شيخ ربنا يكرمك ويكرم خاطرك. لك يا أولياء يا أختي. نعم. لك يا أولياء. لا ما لك يا أب أخ عم ابن ليه عم. ليه ليه أخ لكن ماليش عم ولا أب. طيب والأخ ده طيب يعني ممكن تفهم معنا يعني مش على قد كده. كلمينا على الهاتف الخاص الله يحفظك. حاضر يا شيخ ربنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخ محمد صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك بس مولانا، حاليا حكم الجهاد في فلسطين وما واجب العلماء نحو ذلك؟ والله نحن نقول الجهاد الآن مطلب، وأنت تعرف أن الجهاد صور، في جهاد بالسلاح بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، والناس قدراتهم تختلف في ذلك. فإذا أمامك أي وسيلة لنصرة إخوانك فالرسول يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أولا إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ عندي سؤالين كي لا أطيل عليك. أتفضل يا أخي.
لا أنا أتكلم معك من ألمانيا. هنا كما تعرف أنه بيخلونا اللهم صل على سيدنا محمد بعد نشتغل في ندفع ضرائب. طيب. وكما تعلم أنه ألمانيا تدعم الكفر. هاي. إذا استطعت أي سبيل لدعم أهل الإسلام افعله إجمالا بلا تفصيل. السلام عليكم. طيب هو حلال. طيب ده يعني ما الجواب طيب. خلاص اتضح لكن كنت تفهم. إن استطعت أن تفعل أي فعل لخدمة الإسلام ولدحض الكفار افعل بس بما يرضي الله بلا تولد مفسدة أعظم. طيب سؤال ثاني. ها الآن أصدر القرار إنه الذي يريد حمل الجنسية الألمانية يريد أن يقر في دولة إسرائيل، يجب أن يقر في دولة إسرائيل ويبقى على هذا. الذي يعني الذي يوقع على هذا القرار أو يأخذ الجنسية هل يكفر بهذا التوقيع أو هو ظلم فقط؟ لا مش يكفر، بس انت عشان تاخذ الجنسيه الان ستقر عندهم بفعل قوم لوط، وهذا هو البلاء الاشد، هذا كفر. اذا اقررت بصحه فعل قوم لوط هذا كفر والعياذ بالله. اقرار اذا اقررت بذلك عياذا بالله من هذا الكفر والضلال. طيب جزاك الله خيرا. مشكله الان لازم تقر انك ان ده عمل حلال وان ده عياذا بالله. بصراحة أنا أعتبر هذا القرار ابتعدت عن هذه الفكرة، ولكن يعني والله يا أخي الجنسية بئست الجنسية الألمانية، بئست الجنسية الألمانية وبئست الجنسية الأمريكية وبئست الجنسية الفرنسية وبئست الجنسية البريطانية، بئست هذه كلها عياذا بالله عياذا بالله. ولن تصاحبك في قبرك الجنسية الأمريكية ولا الجنسية الألمانية. فهمت ما غلط، نحن السوريين مثل ما بتعرف يعني ربنا يرحمكم برحمته، أنتم لكم أعذاركم لكن الله يرحمكم برحمته. ضرورة تفعل الشيء الذي تحتاج إليه فقط، لا توسع. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت أنا عندي استفسار صغير. اتفضل. انا واخد براي حضرتك ان الشهادات البنكيه حرام وربا. دلوقتي لو انا في اجراءات لازم اخدها بس لازم اربط عليها الشهاده، هل لو ربطت الشهاده ديت وفلوسها اللي طلعت منها وزعتها لله هل ده حرام ولا لا؟ لا مش حرام ان شاء الله، توزعها على سبيل التخلص منها لكن لا يلحقك منها شيء. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك عندي سؤال سريع. اتفضل. يا شيخ هل يجوز إخراج الزكاة اللي هي دلوقتي عن طريق الهلال الأحمر اللي هي بتروح لغزة؟ للضرورات. إذا كنت تثق في الهلال الأحمر أنه يوصل الأشياء إلى مستحقيها لا بأس، للضرورة. طيب بعد إذنك أنا خلصت يعني أنا الزكاة بتاعتي لسه بدري عليها بس ممكن أطلع سنتين ثلاثة قدام. ممكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك بقيد أن تعرف أن الزكاة ستصل إلى مستحقيها. طب هو ده اللي قدامي أنا ما أعرفش يعني أنا 90% أثق في الهلال الأحمر هو وصل، فهل رأي حضرتك إيه؟ والله يسدد وقارب يسأل، أنا لا أعرف. يعني لا يصلح إن أنا أدي فلوسي تاخذها يهود. لا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ مصطفى. نحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا السفار بخصوص نصرة أهلنا في غزة. الله ينصرهم من عنده يا رب. اللهم آمين. إيه. في يعني في عن حملات كتير بتلم تبرع. مثلا في المملكة العربية السعودية وفي هنا في مصر. المملكة العربية السعودية فتحت لجمع التبرعات. ايوه فتحت امس. الحمد لله الحمد لله لك الحمد.
الله يرحمه رحمة واسعة الملك فيصل. الله يرحمه. يوم حرب مصر مع اليهود مع الدولة اليهودية أوقف كل البترول عن دول الكفر على أمريكا وعلى أوروبا، حتى كانوا يأتون بالصور الأوروبيين يركبون الدراجات في الشوارع، وكانت سببا في كف أذاهم. صحيح. الله يرحمه. الله يرحمه ويدي حتى المسلمين يا رب. اللي احنا بنتابعه شيخ في وسائل الإعلام، هل المساعدات دي فعلا بتدخل بشكل كامل؟ والله لا أعلم، لا أعلم والله يا أخي. إذا كانت تفضل. الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. عندي ابني وزوجته، يعني الاثنين شغالين في شركات ادوية، خدوا عربيات، العربيات دي طبعا خدوا يعني بتتخصم عليهم بفايدة وكده، يعني هم خدوها وخلاص، انا ما كنتش اعرف يعني. المهم بعد كده يعني حصلت ابتلاءات وكده، فرأي حضرتك ايه؟ يعني هو الآن شركات الدواء هي التي تشتري السيارات للصيادلة وهي التي تسدد الأقساط لهم. والبنك هو بيتعامل معاه هو؟ ايوه، يعني الشركة هي نفسها التي الشركة التي تقوم بالشراء والسداد والتقسيط. انت ما عليك يا صيدلي انت مشكلة. يعني دي ما فيهاش اي حرمانية عليهم؟ الشركة هي التي تأثم، هي المتحملة، لكن أنت كصيدلي لا إثم عليك. لا تمام، هو أنا مش صيدلي بس أنا بشتغل مندوب مبيعات، يعني مندوب يعني أدوية وكده. نفس الشيء للمندوب المبيعات، شأنهم وشأن الصيدلة واحد، ما الصيدليين مندوب المبيعات الآن. تمام. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عايز اسألك عن حاجة لو سمحت. اتفضلي يا اختي. دلوقتي انا بحلم بحيوانات بتخنق فيا. ده تعوذي بالله من الشيطان الرجيم واقرأي المعوذات مع سورة قل هو الله احد عند النوم 3 مرات. طب حاجة تانية الله يبارك لك. انا بقوم بعمل حاجة غير ارادية، بنزل هدوم من الدولاب، ممكن اخش المطبخ امسك سكينة، لازم حد يفوجني يخبطني يفوجني، عشان انا بنتي بتعملي حاجات غير ارادية. لا ممكن تكون تعب اعصاب، استشيري طبيب اعصاب. تمام، شكرا الله يبارك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى. تفضل. الله يحفظك. حبك الله الذي دخلتنا فيه. بارك الله فيك. في سؤال كده بعد اذنك. اسال يا حبيبي. سمعت عن الشيخ كان في حد شغال معايا كان كاشير. نعم. حد كان شغال معايا زي كاشير. واكتشفت ان هو بيسرق الفلوس يا شيخ اللي في الدرج. يعني كاشير حرامي. اي سؤال. تمام يا مشيخ. هو اشتغل معايا لمده 3 شهور، فالمهم احنا عملنا قعده عرفيه وحكمنا مبلغ يعني 20,000 جنيه. تمام. هو دفع المبلغ يا مشيخ. بس طيب. انا يعني داخل في قلب شك اللي هو يعني اخد مني اكتر من كده. خلاص، مش الجلسه العرفيه قضت بذلك خلاص. تمام ماشي. بس انا يعني هم قالوا لي سامحه بس مش مسامحه شيخ، فهل انا كده مثلا خلاص انت بينك وبين ربنا؟ اللجنه العرفيه هي تقضي بالامور الدنيويه، اللي في القلوب في القلوب. جزاك الله بارك الله فيك يا شيخ، يا رب الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم نعم اتفضل. شيخ، عندنا مسجد في الدور الارضي في المنزل، في المبنى المقابل له الدور الارضي، هل استطيع ان افتح مصلى للنساء يفصل بينهم الشارع؟ ممكن ممكن، نص العلماء على ذلك، انه اذا فصل بين المسجد وتابعه شارع لا بأس ان تصلي مؤتما بنفس الامام، وخاصه اذا تخن مسجدا ايضا. جزاك الله خير يا ابا العباد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مولانا؟ الحمد لله طيب.
الحمد لله. مولانا قلوبنا تبكي على أطفال فلسطين، ادعو الله لهم ولن تضيع ولن يضيعوا بإذن الله، ما دام الله معهم لن يضيعوا، وإذا أصيبوا بجرح كل ذلك في ميزان حسناتهم. أنا أعلم ذلك، أنا أعلم إن شاء الله أنه يعني ما الذي تريده اختصارا، لأننا متوقعون مثلك بالضبط، أن يتقبلهم الله في الشهداء. طبعا نسأل الله أن يتقبلهم، ولكن ما أشعر به أن ليس واجبي فقط أن أدعو. طيب أمامك سبيل الله عليه وسلم السلام. لم يترك الجهاد. طيب أنت عندك سبيل للجهاد جاهد، هو المستجاب الدعاء يا أخي الكريم. ولك لو عندك أي سبيل للجهاد جاهد، ما عندنا أي مشكلة أبدا، نحب ذلك، وأرشدنا إليه وأرشدنا إليه، نحن نسبقك إن شاء الله. أنا مولانا ما أود من العلماء الذين لهم أتباع، ليل نهار نتكلم، ليل نهار نبينه للناس، بس خذ بالك يعني ليل نهار نتكلم يا أخي، ليل نهار نتكلم يا والله يا مولانا، وأعلم أنك لا تخاف في الله لو مثلا، لا نكلم الحكام ليل نهار يا حكام المسلمين، المسلمون كالجسد الواحد، لو واحد اعتدى على بلادكم ستقومون قومة رجل واحد، وبلاد المسلمين كلها لنا بلاد، والمؤمنون إخوة، ليل نهار ننادي بهذا، لكن الله يهديهم، بس الله يهديهم، الكراسي مشكلة. موقف يا مولانا، أعلن موقفا من العلماء، نحن نحبكم، نحن نجلكم، نحن نعلم أنكم لا تخافون في الله لومة لائم، والله يا أخي لو على كلمة واحدة، وأن تصدروا بيانا واحدا، أن تتبرأوا ممن خذل المسلمين. أتبرأ إلى الله من كل من خذل المسلمين من حكام ومحكومين، أبرأ إلى الله من كل حاكم ومن كل مواطن خذل الإسلام والمسلمين. يجب يا مولانا، يجب، قبل ربما لا نحتاج إلى الجهاد، ربما نحتاج إلى وقف التعاون، طرد السفير، إدخال المساعدات غصب عنهم، لا نتركهم وحدهم حبيبي. يعني الله يرضى يعني الله يرضى يعني عليك، الله يرضى العلماء على كلمة واحدة، مكتمين وأن بيانا واحدا، وأن يدعو وأن يتبرأوا يكفيني كده، أعمل إيه بس، ماذا أقول؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي يا أختي. أيوة سيادتك، في زوج طلق زوجته. وعليكم السلام أختي وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت في الروضة الشريفة بصلي، والحمد لله طبعا من عظمة المكان البكاء كان شديد عندي وكده، فألقيت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ألقيتش السلام على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم. ده وانت ذاهبة يعني للسلام على رسول الله؟ يعني بعد ما خلصت الصلاة في الروضة وانت متجهة خارجة لم سلمت، قلت السلام عليك يا رسول الله، ونسيتي أن تسلم على أبي بكر وعمر؟ أيوة أنا كنت ما عليك شيء، ما عليك شيء، الله يحفظك. شكرا لك. الله يسلمك. ما قلنا وضع اليد على اليمنى على اليسرى من عمل اليهود، لا أبدا، قلنا مسألة ليس هناك نص ثابت في بيان أين توضع اليمنى على اليسرى، هل على الصدر، هل عند النحر، على السرة، تحت السرة، ما في هناك أي نص ثابت تضع اليمنى على اليسرى في أي موضع. أما أن أنا قلت عمل اليهود، لا مش عمل اليهود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. بس يا شيخ مصطفى عاوز رأي حضرتك في موضوع كده الله يكرمك. اتفضل. أنا دلوقتي عايش في بلد أجنبي أنا وزوجتي وأولادي. وبعد شغال هنا والحمد لله يعني بنصلي والاولاد يعني بيحفظوا القران والحال ماشي يعني. سؤالي هل عيشتنا في البلاد دي حلال ولا حرام؟ يعني نكمل ولا ارجع؟ اذا كنت تقيم دينك وشرائع الله على نفسك وعلى اهلك فلا باس بالبقاء
أما إذا كان دينك ينهار يوما بعد يوم ودين أولادك ينهار يوما بعد يوم فارجع إلى بلدك أسلم لدينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا عارف فوائد البنوك كلها حرام. طيب. لكن هناك امرأة أرملة عندها بنتين اتنين، وورثت من جوزها مبلغ كبير. والمبلغ ده شريط اللي هي بتاخده بيتحط وديعة في البنك، مش هتاخده إلا بعد فترة طويلة. ده شرط شرط؟ نعم؟ شرط يعني شرط. شرط مجبرة دلوقتي، هي رأس مالها ده لما تاخده بعد الفترة الطويلة دي هيبقى أقل من عن قيمته. يعني عفوا الشرط ده أنا أول مرة أسمع شرط، يمكن أموالي الحاسبي للأطفال. ما بيتحط وداعا للبنات الصغيرين. أي كل فلوس الأولاد. فلوس الأولاد تمام. فلوس الأولاد القصة. مش هتقدر تصمرها برا ولا تقدر تعمل فيها حاجة. طيب وبعد؟ بتبقى وديعة. طيب وبعد؟ وبعد تاخدها طبعا هتاخدها عيالها ياخدوها او هي هتاخدها بعد فتره طويله، المبلغ قيمته هتقل. يا اخي صبرا علينا بس. ده ما اعتبرش ضروره يا اخي انها تستفيد بالفوائد بتاعتها؟ فلوسها الخاصه بها يمكنها ان تسحبها. فهذه خرجنا منها. فلوسها الخاصه بها كأم تمام يمكن. طب كمل يا اخي كلامي اصبر. اتفضل. فلوس القصر هي التي تحجز في المجلس الحسبي. تمام. في اتجاهان في الفتوى، اتجاه الورع وهو اخذ راس المال فقط، واتجاه اخر ان البنك هو الذي يتحمل الاثم لانه اجبرهم على ذلك وهم لم يكونوا مختارين فلها ان تتمتع. فالرايان موجودان وبايهما اخذت لا جناح عليك. شكرا. الله يكرمك. يا رب انصر إخواننا في غزة وفلسطين، يا رب واجعل دائرة السوء على من خالفهم يا رب، ومن عاندهم ومن قتلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ الحال طيب الحمد لله. سلمك الله يا شيخ. إذا كانت هناك سلعة معروضة للبيع بسعر 20,000. نعم. إذا كانت هناك سلعة معروضة للبيع بثمن 20,000 مثلا، وبعد وانا اعطيت العربون لمالكها لاجل ان اشتريها. طيب وما عرضتها للبيع لشخص اخر بسعر 25,000، هل يجوز ذلك؟ لا تبع ما لا تملك، لا تستطيع ان تبيعها الا اذا تملكتها. افرض ان الشخص رجع في كلامه، الرسول يقول لا تبع ما لا تملك، لابد بعد ان تتملكها تخيره. جزاك الله خير يا شيخ. وياك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله. عايزك يا شيخنا سؤال وطلب بعد إذنك. اتفضل. بقول لحضرتك، هو وصية المتوفي لو مات موصف وصية، يعني مثلا إيه، مش وصية ورث ولكن وصية مثلا إيه دفن، لو مثلا يقول لك اتفن في الحتة الفلانية بس أنا مش هينفع أتفن في المكان ده، هل في مشكلة أو مثلا إذا عجزت عن إمضاء الوصية، عجزت عن امضاء الوصية في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورب العزة قال أيضا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. تمام. بارك الله فيك. بس هو بص ساعات مثلا يقول لك خلصنا أحلمت بيه وزعلان ومش زعلان والكلام ده. خلصنا الكلام. أنت عايز تتكلم كثير وخلاص. قلنا لك خلاص تستطيع تعمل عملت انتهى. بس بعدين ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كان عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص حديث، يعني لو إحنا دخلنا أماكن كان فيها القوم الذين ظلموا، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. أيوة. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك ويمر على ديار ثمود. تمام حضرتك، ده السؤال الأول. معلش السؤال الثاني حضرتك، حكم إن احنا نحسد اليهود بحيث إن ربنا يزيل النعمة منهم،
تم تحسدهم اذا كان حسدك كلنا نتمنى ان ينتقم الله منهم. لا هو مش انا سماه حسد ليه بس دعاء صريح. الحسد في القلب نحن كل بألسنتنا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. ليل نهار ندعو عليهم. مش الحسد، الحسد ده في القلب، احنا بنتكلم باللسان وبالجوارح ونمد ايدينا الى الله ان ينتقم منهم وان يشتت شملهم. اللهم امين يا رب. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت شيخ. اتفضل يا حبيبي. من كان في الطفولة وأخذ بعض الأشياء مثلا كان بيسرق وهو طفل يعني يعرف اللي سرق منهم ولا لا؟ تقول قلت شيخ. يعرف الذين سرق منهم؟ اه بس في محلات منهم قفلت وكده. هي كان بيسرق حاجات خفيفة ولا بيهبر هبرة كبيرة يعني؟ لا حاجات صغيرة حلاوة يعني وحاجات من أو من الحقول برضك يعني من حقل أو كده أخذ حاجة برضك متسمرة من الحقل أو كده. أيوه يستطيع يعطي لهم فلوس لا بأس، ما يستطيع يتصدق عنهم. وهذا دخل في ملبسه حرام في الحديث بتاع سيدنا النبي. هو صغير بقى خلاص غير مكلف، تصدق عنهم لما يكبر. هو كده اتكلف عنهم يعني. هو كبر ولا لسه طفل حرامي؟ الله يبارك في ابنتك يا رب وارزقها ذرية صالحة يا مام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. قولي آخر موعد لصلاة العشاء وآخر موعد لصلاة ركعة الوتر. وهل يأثم تارك صلاة السنة؟ وهل يأثم وما معنى كلمة نافلة؟ وشكرا جزاك الله خير. وإياكم وجزاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما آخر وقت لصلاة العشاء ففيه أكثر من قول للعلماء. قول يقول إنها لمنتصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل. ووقت يقول وقول يقول إن آخر وقتها طلوع الفجر أو إدراك ركعة منها قبل الفجر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهذا مستثنى منه الفجر فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. ولأن النبي قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت. يعني من أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول الصلاة الأخرى فقد أدرك الصلاة. وحمل هذا وحمل هؤلاء العلماء حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل أنه وقت الفضيلة، لأن النبي أخر الصلاة يوما إلى منتصف الليل إلى أن مضى شطر من الليل، قال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فالذي أختاره أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. تفضل. عايز اسال حضرتك بس سؤال يا شيخ. تفضل. هل وجب الجهاد في غزه؟ يجب الجهاد في غزه على مستطيعه. من استطاع مثلا كشاب عايز نجاهد في غزه تستطيع تجاهد، جاهد في غزه. لو الباب مفتوح لنا والله لذهبنا وما جلسنا هذا المجلس. طب احنا مثلا ازاي ننصرهم مثلا؟ من استطاع الناس قدرات الناس تختلف. الحكام ممكن ينصروا بطريقة عسكرية، كل يوم تصريحات، تصريح من تركيا، تصريح من إيران، تصريح من مصر، نشجب بالروح بالدم، كلام كله ماله كبير قيمة قدر المساعدة الفعلية. الدول تتكاتف تساعد فعليا. أما يعني شعارات ودندنة، وزير خارجية فلان قبل وزير خارجية فلان، وزير، والناس تذبح هناك وهم جالسين في القصور يأكلون أطيب المأكولات واجتماعات وفوضى، ما في أحد يتدخل بقوة. اليهود لا يرضاهم إلا القوة. بالضبط. اليهود لن يرضاهم إلا القوة.
لما يحيى واسقط بالروح والدم وتصريح وزير ايران ووزير تركيا ووزير مصر كله كلام 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 والناس تذبح. نعم الناس تذبح ولا كلام واجتماعات وكلام وانفضاض تكاليف على الفاضي ما لهاش اي لازمه. صحيح. اذا لك لو ليك سبيل روح لسبيلك، ما سبيلك ارشدنا الي. مش عارف بس هي كده وكثر الكلام من الشيعة على وجه الخصوص. الشيعة ما ظن انهم يوما يعني ما ظننا ان الشيعة يوما نصروا السنة ولا نصروا الاسلام. صح والله. كلام نصر الله ومش عارف كلام مين وكلام مين ولا كلام. خذ كلام. الله يعيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. اتفضل. من فضل حضرتك هل يشترط في الوصية ان تكون مكتوبة؟ توفي ابي من شهر، اسال الله عز وجل ان يرحمه وجميع المسلمين، وقالت لي امي ان والدي وصاها ان هي تطلع مبلغ كبير على روحه يعني بعد ما يموت. كم يعني الثلث ولا اكثر من الثلث؟ اقل من الثلث. طيب عندها شهود بهذه الوصيه ولا هي وحدها؟ لا هي وحدها. ها؟ هي وحدها. ايوه. إذا صدقتم أمكم كانت صادقة فاخرجوا الثلث، عفوا اخرجوا ما وصى به الوالد ما دام لم يتجاوز الثلث. إذا أنتم لستم مصدقين لأمكم كل يأخذ ميراثه، والمصدق لأمه المصدق لأمه يخرج. ماشي نحن مصدقين لأمنا. طيب خلاص اخرجوا ما لم تتجاوز الوصية الثلثة. هو قال ذلك في فراش الموت. يا اخي خلاص ما دام قالوا في فراش الموت والوصيه لم تتجاوز الثلث لا باس. سعد بن ابي وقاص كان مرض مرضا شديدا اشرف معه على الوفاه. اشرف معه على الوفاه. نعم. فقال يا رسول الله اوصي بكل مالي؟ قال لا. قال اوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال اوصي بثلث مالي؟ قال ثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. السلام عليكم. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يديك الصحة. شيخ مصطفى بس استفسار الله يجزاه خير. أنا كنت اشتغلت خلصت إخواتي في الورث في محل ورث من أبويا. لكن كنت متفق معهم وهم تراضوا ان اديهم المبلغ بعد سنه من الان. تمام؟ يعني يعني اتفقت مع اخوانك واخواتك على ان تشتري انصبتهم وتسلم لهم المبلغ بعد سنه؟ نعم. وكنت قلت لهم اتفقت معهم ان انا هدي لكل واحد اللي مزنوق هدي له فلوس كان في حد منهم مزنوق في فلوس فديت للي مزنوق منهم فلوس يفكوا زنقته. طيب وافقوا معايا وتراضوا انه ياخدوا كمان سنه وكتبنا تواريخ بكده وقلت لهم ان شاء الله لو قبل كده هديكم الفلوس لو توفر معايا. فبداوا الان يعني يزعلوا عايزين فلوسنا دلوقتي. الدولار سعره اتغير مش عارف ايه الكلام ده. مرت السنه ولم تمر؟ نعم السنه مرت المتفق عليها ام لم تمر؟ لسه السنه لسه لم تمر لسه. لكن عدى منها 3 شهور بس. لك ان تتمسك بحقك ما دام البيع قد انتهى. قد انتهى وتم التسجيل بالتراضي في البدايه لكن الدولار طبعا زي ما انت عارف راح سعر الجنيه وخلاص. هو الكلام الان على النحو التالي ان كنت بعت واشتريت بناء على شروط توفى الشروط. نعم وموافقوا بالشروط دي. طب هل لي يجوز ان انا اجر المحل واشتغل بيه واخد ايجاره لي الاحسن؟ ما خلاص انت تملكته. حتى لو ما كنتش دفعت لهم فلوسهم مش حتى لو ما دفعتش ما دام وقت السداد لم ياتي. طيب انا يا شيخ مصطفى عملت حاجه رضاء لله عز وجل. شفت حد اعطاني مبلغ كبير جدا من اللي ليهم بحيث ان انا اعطيهم الفلوس واخد الايجار محل وارجع للراجل اللي انا خدت منه الفلوس ديت. هم رفضوا قالوا لا تجيب الفلوس كلها وبعدين تاجر المحل مالكش حق تاجر المحل. لا لك حق اذا بعت واشتريت خلاص. انا اشتريته من شخص سلعه تملكتها تملكا كاملا وكتب لي العقد ووثق لي. اعطيته مبلغ وعلي مبلغ او لم اعطيه اي مبلغ المحل من حقي الان. أيوه. بارك الله فيك يا ابراهيم ابن موسى ووفقك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك في سؤال، أنا أريد أن أتزوج من إنسانة غير كتابية. إيه؟ أريد الزواج من إنسانة غير كتابية. غير كتابية يعني مشركة يعني ولا مسلمة ولا إيه؟ أيوة مشركة. مشركة؟ أيوة. لا يجوز لك أن تتزوج المشركة. مش حل خالص؟ لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. في حال إنها تسلم. لا مش تسلم. عايز تكفر أنت يعني ولا إيه؟ مش عايز؟ لا لا طبعا. طيب خلاص ابتعد عنها. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. بارك الله فيك. من فترة يا شيخ مصطفى كنت قابلت حد بنت محترمة وبعدين أردت التقدم لها فأهلي رفضوا. طيب. نعم. فأنا امتنعت عنها وبعدت عنها مرضاة لله يعني، لأن بلاش كلام حرام وكده، وبعدت عنها. ماشي. على محاولة ان انا اقنع اهلي ان انا اروح اتقدم لها. ايوه. بعد فترة اقنعت اهلي. ده أيه. تجاوز الشهور، شهور قليلة يعني شهرين مثلا. وبعد. وبعد رحت اتقدم ليها وجدتها مخطوبة. الحمد لله. طيب هي الان تم كتب كتابها. طيب وانت عايز ايه بقى كده؟ وهي عايزة الان ترجع لي. يعني ليس هي مصر. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يعني انا اتصرف ازاي يا شيخ مصطفى؟ ابتعد عنها تماما، مالكش اي دخل بها الان، امراه متزوجه ليس لك بها دخل. وان طلقت؟ انت تم زي يقول لك تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها، ان طلقت فهي حره ما تنتهي عدتها، لكن انت لا تسعى في تطليقها ابدا. نعم، جزاكم الله خير. ايوه كلم نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. ونور الله دربك يا اختي ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك شيخنا كان في مش عارف هو حلم ولا رؤية، كنت عايز اعرف تأويله بس يعني. ليس عندنا هنا تأويل الأحلام، تأويل الأحلام في الهاتف الخاص. ما ينفعش اقوله هو لا مش فاضيين للاحلام الان، الناس بتتدبح وانت تفسر حلم، يمكن يكون الاحلام ليست كلها من الله، ممكن يكون حلم من الشيطان، ممكن حديث نفس، دي مساله. المقام هذا ليس مقام تفسير الاحلام. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أرجو من الشيخ مصطفى أن يدعنا بالهداية يعني. الله يوفقنا وياك ويهدينا وياك. رب سامحني يا شيخ. تفضل. سامحني يعني إذا كنت أخطأت يعني. لا مسموح، الله يغفر لي ولك يا رب. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم حبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك النصارى مشركين، كيف يجوز الزواج بهم وهم مشركين ويقولوا أن المسيح ابن الله؟ استثنوا من عموم المشركين لقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن الآية. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر ينهى عن ذلك فذهب إليه قال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. مرحبا يا أسماء ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معلش يعني ليه سؤال بس أتمنى يعني صدر حضرتك كاسع سؤال وكده. الله المستعان. أنا بوزع، أنا تاجر بوزع مواد غذائية. طيب. تمام. 80 أو 85% من شغلي منتجات شركة بيبسي وشيبسي وكوكاكولا والشوكولاتات والحاجات المستوردة. فبصراحة مش عارف أعمل إيه يعني ما حاسس إن هو صعب إن الواحد مثلا يسيب 80 85% من شغله
يعني طبعا حتى لو الحاجات ديت بطبيعة الحال معدل بيعها قل شوية، بس لازالت لحد دلوقتي يعني المحلات اللي انا بنزل لها شغل بتطلب المنتجات ديت. الواحد مش عايز، حضرتك معايا؟ معك، انا معك. مش عايز يبقى فيه حرمانية عليا، وفي نفس الوقت اللي هيطلب منك مثلا 50 صنف مش هيلاقي عندك 40 او 45، مش هياخد منك الخمسة، يعني هيدور على حد. هو ممكن يكون فيها شيء من الضرر عليك، لان في النهاية الصالح العام للمسلمين ان نروج سلع المسلمين وتباع سلع المسلمين وتقوض سلع الكفار، وان كان في ضرر عليك انت شخصيا، لكن انت لست الحاكم، احنا بنحكم على السواد الاعظم. السواد الاعظم مقاطعه منتجات الكفار المعاونين للدوله اليهوديه، تاتي بنتيجه اكبر من الخساره التي ستحل بك انت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، شيخنا بس في سؤال بعد إذن حضرتك. اسأل يا حبيبي. حكم التعامل بالبطاقة البنكية الكريدت كارد مع بس العلم إن برجع المبلغ اللي تم استخدامه في ميعاده فما بيتشرب. لا بأس بهذا، نعمد به البلوى، لا بأس بهذا. لا بأس. أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك استجيئة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال شيخنا. اسأل. عندنا مجموعة جزاك الله خير. احنا بنسميهم أدعياء السلفية. أدعياء السلفية. مجموعة أدعياء في عملت مجموعة من الصفحات على الإنترنت وبتدلس على الناس على الإنترنت. طيب. مجموعة دايات اللي تجيب المقاطع بالشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، اختبار المشايخ يعني. وعن جهاز الدفع وبينزلوها على جهاز الطلب. يعني هم بيجيبوا المقاطع عن جهاز الطلب وينزلوها على جهاز الدفع. يعني يكذبون. هم بيجيبوا اصوات للشيخ للمشايخ مقاطع صوتية. ايوه يعني يكذبون في النهاية يكذبون. ايوه انت دافع عن العلماء واتي بالاقوال كامله اذا كنت تستطيع ذلك. ايوه هو يجيب المقطع. انا فهمت الكلام يا حبيبي. عن شروط جهاد الدفع. يا حبيبي خلاص فهمنا الكلام، اذا بامكانك ان تصحح. فانا السؤال اللي انا عايز اساله لك، عايزك تفصل لنا يا شيخنا جزاك الله خير الفرق بين جهاد الطلب وجهاد. حبيبي الان مش وقت تفصيل جهاد الطلب وجهاد الدفع، دي له وقت طويل. حتى لو جزء يسير وقت ملاحق ان شاء الله بالتفصيل. شوف اسمع اسمع اسمع، لنا مقاطع على اليوتيوب اسمها فقه الجهاد، حوالي 10 محاضرات ممكن ترجع عليه. طيب جزاك الله خير. المسلمين اللي هم اعصابهم الالم والهم والحزن والغم والكمد وكانهم موجودين عايشين مع اهل غزه من يوم الاجر، ان شاء الله. طبعا 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 مع الدلائل يعني تدينا كلمة كده يعني يا الله يا اخي صبرا. بالنسبة لان احنا حزانة جدا يعني، الواحد ما بيستمتعش مع اولاده مع اهله مع اكله مع شربه. السلام عليكم. وعايش الالم. يا الله انصر الاسلام يا رب، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش انا كنت بكلم حضرتك وحضرتك قفلت السلك. طب يعني الحكم الشرعي لهذه المنتجات يعني؟ يا اخي انا اجابتك يا اخي، ان كان في ضرر عليك انت، انا لا ابني الحكم على الضرر على شخص واحد، نبني على النفع العام لاهل الاسلام. في نفع عام لاهل الاسلام وفي ضرر على شخص، نقدم النفع العام. النفع العام بالمقاطعة مثلا؟ النفع العام بالمقاطعة الان. اما انا اروج منتجات المسلمين، انفع المسلمين وامنع عن الكفار معونات كانت ستاتيهم الا السلع التي لا بد منها. طب وحتى لو منتجات المسلمين مش متوفره يعني مثلا يا اخي، اصل انت بتشتغل في سلع ليست من ضروره بمكان، انت تتكلم على البيبسي وعلى السيفن مش من الضروره بمكان. اذا كانت مثلا ادويه، مثلا ستتكلم على ادويه الناس ستتضرر بعدم شراء الادويه، بنقول له لا مباح لك، ما بنقولش حرام، احنا نقول هذه وسيله للنكايه في اعداء الله. ابسط ما نفعله ان ننكي باعداء الله، وان كان البيع والشراء حلال مع اليهود لا نشك في هذا ومع الكفار عموما،
لكن حيث يستعينون به على إيذاء المسلمين لا، بس اختصارا يعني. أنت سيدنا موسى عليه السلام قال للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا أحد يبيع منك ولا يشتري منك ولا يعمل معك أي شيء ولا تتزوج أحد ولا بقطعة تامة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذه المصالح والمفاسد. ماشي جزاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، انا كان ليا صديق مستورد. ايه. فكان في ناس حبايبي معهم مبلغ وهم مسافرين عايزين يشغلوه معاه. ايه. فانا اتفقت معاه وقعدت معاه، فاتفقنا ان احنا نستورد حاوية من شغله، وانا موجود معاه وخبرة عرفت فرع في المكان عندنا. سمعك. وبعدين خدت فلوس ومضيعتها ولا عملت ايه بس؟ لا، هو خد الفلوس وحطها في مجال تاني خالص. ايوه. بدون ما احد يعرف. انت كنت ضامن امامهم ولا لا؟ لا، انا كنت وسيط. هم كانوا عفوا، انت كنت يا وسيط تاخذ فلوس ولا لا تاخذ؟ لا اخذ فلوس، انا فهم هدف كله. انا اسالك سؤالا، انا قلت لك خذ سمر لي هذا المبلغ عند هذا الرجل. انت بتاخذ منه عموله ولا لا؟ ولا ما فيش اي فلوس؟ لا، ما فيش اي فلوس. يعني انت فقط دللتني عليه. اه. وسبتني له وقلت اتصرف معه. لا، انا اللي كنت بتعامل معاه يا شيخ. فانا الفايده اللي انا كانت هتعود عليا ان هم لما الفرع دي اتفتح انا لا انا كلهم، انا المسؤول عن مالهم. فهمنا يا شيخنا؟ فهمنا. المهم فلوس الناس راحت كما حال اللصوص المستثمرين. لا، انا عايز اسال عن نقطه ثانيه يا شيخ. هو لما حط الفلوس في مجال ثاني غير اللي اتفق معانا عليه، اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا. طب الفلوس دي قيمتها حالا يا شيخ قلت بشكل غير، كان الدولار ايامها ب 16 جنيه. هل الضرر ده اللي وقع عليهم دول هو المفروض يعوضه ولا؟ هذه قضيه تسمع من الاطراف، واي ضرر يتحمله المتسبب فيه. اي ضرر يتحمله المتسبب فيه؟ اذا خالف الاتفاق، انا قلت لك شغال لي هذه الفلوس في الغسالات والبوتاجازات لأنها إذا مرضت لن تموت، يعني إذا لم تبع ستبقى ويرتفع سعرها. رحت أنت اشتريت بهذه الفلوس بيض، تلف البيض، أنت المتحمل. إذا كنت الفلوس اللي قال لك ده يا شيخ حبيبي، دي قضية تنظر يا حبيبي، الله يسلمك، قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكم في الله يا شيخنا الحبيب، ربنا يبارك فيكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. سؤال شيخنا، ربنا يبارك فيكم. الله يبارك فيك. لي ولد من زواج سابق شيخنا، كنت كلمتكم عن نفقاتها قبل ذلك. الحمد لله حصل تواصل حديثا بعدما انقطع التواصل يعني. ولكن أظن أن التواصل سبب أن الولد يريد جوال يعني، يريد هاتف. فانا رفضت، قلت له يا بني والله لا وان الحمد لله ما انا مقتدر ماديا ومسافر لشريك وغيره من فضل الله سبحانه. ما السؤال يا حبيبي؟ خلص الموضوع. ايه السؤال اللي ولد عايز؟ هل يجوز ان اشتري له الهاتف المحمول ام لا؟ كل كده ولد كم؟ ولد في اولى ثانوي، في اولى ثانوي. هاتف محمول، اشتري له هاتف محمول اذا كان كل الاولاد في اولى ثانوي عندهم هواتف، الا اذا كان سيفسد به في الارض والولد مفسد لا تشتريه اذا كان مفسدا. اما اذا كان ولد كسائر الصبيان ينتفع به في المدرسة في الجامعة، هات لأخيه. والله يا شيخنا الولد لا أعلم عنه كثير يا شيخنا، زي ما خلاص أنت أبصر بابنك، الله يستر أرضه من فترة طويلة. السلام عليكم. ماذا نقول يا جماعة على هذه الأسئلة الغريبة؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ فلان. إزي حضرتك عامل إيه؟ طيب الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب وإياكم. يعني انا بتصل بحضرتك اسالك الدعاء ليا ولبنتي الله يثبتنا وياك ويصلحنا وياك وذريتنا. عايز اسال حضرتك سؤال كده يعني، لو ينفع حضرتك تعرفه لي يعني. اتفضل. في لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. وسعد بن الربيع. نعم.
انا عايز اتاكد من صحه إن يعني والدلاله بعد كده ان سيدنا سعد قال له يعني انظر هي زوجتين شيء زوجتين اه ما كان ما فيش نقاب ايامها في الاول تغطيه الوجه نزلت بعد مده اه يعني لم يكن هناك نقاب لم يكن هناك فرض يعني طب برضو معلش يا شيخنا يعني انا مستغرب من حته ان هو يعني هل هي ماشيه مكشوفه الوجه كل الناس شايفاها عادي كان كل النسوه كاشفات جل النسوه كاشفات الوجوه لا يعني هل من السهل ان رجل يطلق زوجته يعني ليزوجها لاخر حتى لو كان ده اخاه في الاسلام او اه في واحد يقول لك اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت رجع الحمار في كده تمام يا شيخ تمام لكن بغض النظر عن هؤلاء ده هؤلاء افاضل الصحابه الكرام يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطر غيرنا لكن انت في الهمد في زماننا كده في واحد ما عندوش مروءه يقول الثاني خذ زوج تشيلها لكن انا اكلم اصحاب رسول الله هم الاسوه والقدوه وليسوا كهذا الذي اذكره في زمننا اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ربنا قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه نعم نعم ربنا اللي قال عنهم هذا الكلام الطيب الكريم نعم يا شيخنا نعم أيه. بارك الله فيك يا شيخنا بارك الله فيك يعني اغير منك الف مره انت طبعا. انت لابس بنطلون ولا لابس ثوب؟ برتدي البنطلون البنطلون الضيق اللي مجسد القبل والدبر مش كده؟ لا 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 بغير منك السلام عليكم لا 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 بغير منك السلام عليكم عليكم السلام وبركاته بعد اذنك يا شيخنا كان عندي سؤال سأل بالنسبة يا شيخ للبرامج او الابلكيشنات اللي هي بتنزل الابلكيشن اذا كانت دول كافرة محاربة اعانك الله خلاص هي في ناس بتشغل فيديوهات يا شيخ خلاص انت فهمت الكلام ولا ما فهمتش؟ ان كانت لدول كافرة محاربة افعل ولا حرج فهمت كلامي ولا لسه في سؤالك خاص؟ انا مش فاهم يا شيخ طيب خلاص اسال سؤالك كده وامر الى الله ها التطبيقات يا شيخنا ديت حاجه بتنزلها مثلا زي برامج التيك توك والحاجات دي ايه وبعدين اما تفتح فيديوهات هم بيدوك فلوس بينزلوا لك فلوس مجرد انت تتفرج فيديوهات كرتون او اي حاجه بتتفرج عليها فالفلوس اللي جايه دي حلال ولا حرام؟ طيب عفوا انت لما تفتح الفيديوهات دي تساعد على لا افهم التفاصيل يعني تساعد على الخير والتقوى او تساعد على الشر اجمالا يعني هو يعني مثلا حاجات كرتون حاجات اطفال كده بس مش عارف وانا مش عارف والله اجاوبك اذا كنت تساعد على البر والتقوى لا باس على الاثم والعدوان لا يعني في الان ظاهر عند الناس كده كل يوم نسال هذه الاسئله واحد يقول او واحده تقول يعني يقولون لي اضغط اعجاب عشان نرسل لك فلوس طيب اعجاب على ماذا يعني افترض انها حفلة رقص وانا ضغطت اعجاب انا باش هتزور واسم واخد فلوس مقابل تزكية الزور لكن لو اعجاب عن محاضرة دينية حلوة طيبة ضغطت اعجاب هاخد اجر من الله وفلوس في الدنيا طب الجهل بمصدر المال يا شيخ لا المال ومال الجهل بقى انا ما العمل الذي اعمله انا ما العمل الذي اعمله انا نعم الله يسلمك حفظك الله يا ابراهيم ابن موسى انا كافات الاخ اللي عمل لك الصوره دي اخ ابراهيم ابن موسى لان اخرجك فيها وقورا جدا يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل ازيك يا مصطفى اتفضل انا عندي استفسار بس صغير استفسر انا شفت في المنام حلم غريب كده من فترة لا المنامات جد. مش هنا والله في الهاتف الخاص الاحلام هذه ليس مجلس لتفسير الاحلام عذرا السلام عليكم السلام عليكم الاحلام هذه ليس مجلس السلام عليكم وعليكم السلام نعم بارك الله فيك خالد ابو عائشة خالد ابو عائشة قبل فترة عملت صندوق للجذور نعم قبل فترة عملت صندوق عند النجار للجذور
دلوقتي ايه مثلا الوالدين عايزين اغير مثلا نعمله للجذور مثلا احد محفظ القرآن ان شاء الله اذبح جذور عايزين اعمله للزواج فكده ايه صندوق للجذور يعني ايه صندوق للجذور يعني صندوق عامله احوش فيه واما احفظ القرآن ان شاء الله وام غايب يزوره تفه صندوق للجذور يعني ناوي انك لما تحفظ القرآن تذبح جذور أتيت بصندوق وكل يوم تضع فيه جنيه 5 جنيه للجزور أمك وأبوك قالوا لك خلي الصندوق لماذا؟ للجواز خلي للجواز ماشي مشكلة ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك يا شيخ خالد بارك الله فيك يا شيخ وفيك يا أختي تفضلي زوجي رحمه الله كان مريض مرضا شديدا وبسبب مرضه فطر رمضان عامين أيه. السؤال هل تواصل به المرض ولم يشفى زمنا يستطيع القضاء فيه أم شفي زمنا ولم يقضي لا لم يشفى يا شيخ لا شيء عليكم هو يا شيخ لا شيء عليكم وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكين حسن يا شيخ نعم يا شيخ ألا هو تحمل وصام برغم منع كل الأطباء فقد صام 7 أيام أيوة صام وسجلهم في ورقة وأنا أكمل بعدها يا شيخ مش واجب عليك يا أخت الله يكرمك فقد صمت 34 يوما الله يكرمك ويبارك فيك ويحفظك ادعو له بالرحمة يا شيخ الله يرحمه رحمة واسعة يا رب وادعو لي بالصبر الله يصبرنا وإياك والمسلمين والمسلمات بارك الله فيكم بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين اللهم سدد رميتهم ووحد كلمتهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم يا رب العالمين وداوي جرحاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين اللهم ثبتهم على الإيمان وأخلص أعمالهم لوجهك يا كريم اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين قلت وقولك الحق استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فاللهم أمدهم يا رب بمدد من عندك أنت القادر على ذلك أنت القادر على ذلك أنت القادر على ذلك لا تجعل لمن يقولون إن الله لا تجعل لمن يقولون يد الله مغلولة سبيلا على إخواننا لا تجعل لمن يفعلون فعل قوم لوط سبيلا على إخواننا يا رب العالمين
اللهم عليك بالأمريكان واليهود ومن عاونوهم ومن ظهروهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سقائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم يا رب المشرق والمغرب ويا رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب كن عنا وكيلا لإخواننا في غزة يا رب. اللهم كن عنا وكيلا واجعل لنا ولهم من لدنك وليا واجعل لنا ولهم من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.